السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم من جديد. بعض الأسئلة اللي بتجيكم يوم اختبار قيادة الشاحنات هو أدوات السلامة أو safety stuff. لما when examiner ask you above safety stuff، لما المختبر يسألك عن أدوات السلامة تذكر له ثلاث أشياء: fire extinguisher يعني طفاية الحريق، و three triangle and first aid kit الحقيبة الإسعافية. هدول ثلاث شغلات: الحقيبة الإسعافية، fire extinguisher طفاية الحريق، والمثلثات. هدول هنن ثلاث أدوات للسيفتي. بجوز يسألك المثلثات وين بينحطوا. بينحطوا وقت اللي بتعطى للشاحنة على بعد 100 متر من بعد الشاحنة، يعني بتقيس بيجرك كل 30 خطوة بتحط مثلث، كل 30 خطوة بتحط مثلث. هنن ثلاث مثلثات يعني 90 خطوة. فالجواب بالانجليزي بتقول له I have three triangle, I have fire extinguisher, I have first aid kit. عندي المثلثات الثلاثة، وعندي طفاية الحريق، وعندي الحقيبة الإسعافية. اي عبالك يوم بالعربي انت بتعود كيف ما بدك تحكيهم بالانجليزي بتحكيهم. بتقول له I have، وقت اللي بيقول لك ادوات سيفتي او سيفتي ستاف، بتقول له I have three triangle, fire extinguisher, first aid kit in my cargo driver side، يعني بالصندوق من طرف السائق هون يعني. واذا عم يعجبوكم فيديوهاتنا فضلا وليس امرا، شجعونا لنقدم لكم. في كتير اسئلة وبحب انكم تتعرفوا عليهم، يعني في شي 200 سؤال تقريبا، فبدنا تشجيعكم لنستمر. تحياتي للجميع.